عقارات كثيرة بنيت في الإسكندرية بالتحايل على القوانين بصورة أو بأخرى ودون اعتناء بالمواصفات الفنية، والنتيجة مباني آيلة للسقوط وبنايات مائلة مثل التي تظهر خلفي، وهذا ينذر بكارثة قد تؤدي إلى إزهاق أرواح. أكثر من 300 ألف قرار إزالة للعقارات تم إصدارها من المحافظة، ولكنها لم تنفذ لأسباب أمنية أو استغلال المخالفين لثغرات قانونية. كل من طبعا غشاوي شغالة، كل الأوضاع ديت مش سليمة. يعني أنت عايز تقنعني إن الحكومة مش عارفة إن العمارات دي بتتبنها؟ ما هي العمارات مبنية، الحكومة طب ما تشوف. ما شفناش حد اتحاسب، ما شفناش حد تهدله عمارة، ما شفناش حد بقى عبرة عشان خاطر من الناس ما تعملش زيه. محافظ الإسكندرية لا يتبرأ تماما من وجود فساد إداري، ولكنه يعمل على تغيير التشريعات المعيقة لإنفاذ القانون، وبدأ بحلول غير تقليدية لمواجهة ظاهرة الكحول، أي استخدام المقاول لاسم شخص كواجهة قانونية مقابل مبلغ من المال. دي وقفناها ان احنا عملنا خطاب ضمان. حضرتك لازم تيجي، يعني ايه خطاب ضمان؟ طبعا انت عارفين انت مين وعندك حسابات في البنك وغيره، وعملنا الحكاية دي، واحنا عارفين الحقيقة ان هي غير قانونية، بس كانت عملية تعطيل مؤقت لحين اصدار التشريعات اللي بتيجي طبعا من الوقت الحالي من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. التشريعات المنتظرة ستتضمن مصادرة العقار وملاحقة المقاول والضبطية القضائية لموظفي الحي. مواطن ياريت يكون يعني يهدي شوية، لان احنا خلاص الحكومة مصممة، والا كان قبل قانون التصالح صح، وهاخد فلوس كتير جدا. يعني انا بيجي لي مقاولين حضرتك مليارات ممكن تخش لمصر. الرئاسة رفضت مبدأ التصالح مع المخالفين إعلاء للقانون، والمحافظة استخدمت مقاول هد محترفين للإزالة الآمنة، لكن هذا يعني وقتا واعتمادات مالية وصعوبات أمنية لهدم عقارات الثغر المخالفة والخطيرة. تامر نصرت، العربية، الإسكندرية.